اذا مرحبا بكم مشاهدينا ومتابعين شوف تيفي في هذا البث المباشر مباشرة من مدينه الجديده. كما كتشوفوا كورنيش الجديده ممتلئ بيوم بسبب يوم السبت يوم وخود الاطفال الى النتائج. إذن مبروك الأطفال كاملين اللي تقريبا مخرجينهم والديهم بين بهم فرحانين بالنتيجة ديالهم بين بهم أنهم حصلوا على ديك النقطة اللي كانوا مواعدين والديهم بهم. كما كتشوفوا يعني الناس محتفلة الناس فرحانة مع بعضياتهم. الله يخلي هاد الأمة المغربية والإسلامية من طنجة للكويرة كاملة فرحانة والله يخليهم في الدوام والمحبة والسرور وإن شاء الله يوصلوا في المبتغى اللي بغاو. وهذا هي الأمنية ديالنا ملي كنشوفوا الناس فرحانين وناصرين أقسم بالله العلي العظيم ياش كنقول الحمد لله. كنشوف الأمة الإسلامية محبتها على بعض والله يعني لو كان تبقى الدنيا كامله بحال هكا كلها ضحك وسرور مره كنغضبوا مره كنضحكوا والله الى واحد الفرحه كتشدني من قلبي. الناس مخرجين وليداتهم واحد الفرحه وواحد السرور الصراحه اللي ما كتحسوش به حتى نتوما طبيعه الحال. كتشوف الاصدقاء والصديقات غادي يخرجوا مع بعضياتهم كيضحكوا الناس مريحه حدا البحر كاين اللي جاي وليداته ومرته كاين اللي جاي ومرته وليداته كاين اللي جاي وخطيبته كاين اللي جاي والصديقه ديالو. يعني الاجواء متبادله كله عايش الجو ديالو كله مديها في الـ في الـ في, الـ في الامر الشخصي ديالو يعني. وهذا هو بالعكس هذا هو المحبه هذا هو السرور هذا هو الممتغى اللي كنبغيو نشوفو حنا في وطننا المغرب الاسلامي. وهذه من طلب تحيه كبيره 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 للناس ديال الجاليه المغربيه اللي يحبوا هاد اللي كيحبوا هاد الاجواء هادو اللي كنوصلوا لهم عبر هذا البث المباشر من 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 المنازل ديالهم اللي كنوصلوا لهم هاد الاجواء هادو اللي هما يعني يحبوها يفتقدوها في البلد اللي هما فيه. ولكن كاين احسن من المغرب حيت المغرب كيبقى واحد البلد اللي اسلامي واحد البلد اللي فيه اللي نهار الجمعه كتسك تنوض كتحل عينك على الكسكس المغربي لواحد البلد اللي تبارك الله يعني اون فوا كتحل عينك كتصبح كتنوض كتصبح على الوالده ديالك كتصبح على الوالد ديالك على الاخو على خوتك على 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 الناس اللي كتبغي كاملين والله يخليهم لك والله يخليك لهم ان شاء الله والله يخليك في المعزه ديالهم والله يخليهم حتى هما في المعزه ديالك ان شاء الله. واللي ميت عليه المولى الميت عليه باه الله يرحمهم الله يوسع عليهم دقة القبور. يعني هذه هي سنه الحياه ما حد الله انه كيبغي واحد الحاجه الا انه كياخذها باي يعني باي سبب. الحمد لله يعني الروح ملي كتمشي عند الله الروح عزيزه عند الله يعني بالعكس ما تبكيش عليها وما تقولش يعني راه مشات لا حيت امك ولا باك لا مشاو ولا خوتك ولا اي شخص من العائله راه بالعكس راه ما كيمشيش راه ديما كيبقى يشوفك من السماء راه ديما كيبقى حاسبك شنو كدير في هاد الدنيا هادي. ما تقولش بالعكس هز عينك للسماء ودعي معاه بالرحمه وبالمغفره ان شاء الله. كما كتشوفوا الاجواء هنا في مدينه الجديده كلشي المحبه كلشي السرور وهذا هي المحبه اللي كنبغيو وهذا هو الجو المغربي الاصيل. وكنتمنى هذا الجو هذا يكون في جميع المدن المغربيه لا من جديده لا من كازا لا من تطوان لا من فاس لا من طابا. يعني شحال قد انني نقول المدن المغربيه نقولها بدون حدود اللي تبارك الله عندنا واحد الجو اللي كنعيشوه كاملين كاملين كاملين. اذا المشاهدين والمتابعين شوف تيفي كنتمنى يكون عجبكم هذا البث المباشر وكنتمنى انكم استفدتوا واحد شويه وعجبكم هذه الملاحظات اللي قلت. نتلاقاو في بث مباشر اخر في امان الله. الى اللقاء.